جاي لحقي بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أبنائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة تصاميم الحديد المرحلة الرابعة. محاضرتنا اليوم راح نبدأ بشابتر جديد وموضوع جديد، وهو موضوع مهم جدا، ولربما تكون جامعتكم جامعتنا الأم هي متفردة بهذا الموضوع. الموضوع هو عنوانه ديزاين اوف بليد جيردرز. البليد جيردر لو نجي نعرفه من وجهة نظر هندسي، هو هيوج بيم اور لارج بيم، يعني بيم بمقاسات كبيرة، عتب بمقاسات كبيرة. مثل ما احنا تطرقنا في شابتر 1 نحكينا على مواصفات حديد التسليح والمقاطع المتوفرة، لو نجي الآن ندخل في الشابتر الأول من المانيوال، أنا طبعا وصيتكم تجيبون المانيوالات بياكم، ندخل في الشابتر الأول من المانيوال وندخل في جدول بالتحديد تيبل 1-1 اللي هو يخص، هذا الجدول يخص مواصفات مقاطع الدبليو شيب. نلاحظ أنه أول رقم نلقاه هو W4444، يعني W44 في وزن. هذا W44 تعرفون احنا أول رقم بالW يعني Total Depth مال المقطع، معناه احنا أكبر مقطع عندنا نقدر ننتجه ك Hot Rolled Section، يعني مقطع مصبوب صب بالطريقة الحرارية بالصهر، هو بعمق 44 إنش، يعني تقريبا متر و11 سنتي. أكثر من هذه المقاطع ما نقدر أن نصبها قطعة واحدة، لذلك إذا نحتاج إلى مقطع كبير، شو وقت نحتاج المقطع الكبير؟ عندما تكون هناك فضاءات كبيرة large span أو أحمال كثيرة، ولربما تكون الشيئين، فضاءات كبيرة بالإضافة إلى أحمال كثيرة. وهذه الحالة موجودة ومصداقها الجسور. تلاحظون أنتم الجسور أو المجسرات عادة أن تكون ذات فضاءات كبيرة، يعني أقل جسر الإسبان ما لم يقل عن 21 متر 24 متر أو 32 متر وهكذا. فإحنا حتى نسوي بيم يفوت على هالإسبان هذا الكبير ويتحمل أحمال ثقيلة كالجسور، تعرفون الجسور مخصصة لنقل لعبور السيارات والآليات الثقيلة، لذلك يتطلب من عندنا أن نوجد بيم بمواصفات يتحمل هذا الإسبان الكبير وفي نفس الوقت الأثقال الكبيرة. هذا البيم ما راح نلقاه في جداول الـ AIS، لأنه أكبر مقطع في الجداول مثل ما قلنا هو W44 في أوزان مختلفة. لذلك شوفون هاي الصورة اللي أمامكم الآن، بابا هاي الصورة هاي تمثل لإحدى البيمز الضخمة اللي نسميها بليد جيردر، اللي ينزلون من اللودر مالته اللي ينزلون للموقع العمل. هذا البليد جيردر تلاحظون الديبث مالته تقريبا مترين، يعني تقريبا 80 انش، والطول مالته الاسبان تلاحظون انا اقدر هسه هذا الاسبان مالته فد 24 متر 25 متر. لذلك هيج اسبان يحتاج الى بليد جيردر ضخم. هذا البليد جيردر احنا راح ننتجه مشابه للبيمز اللي عندنا. فمثلا هذا البليد جيردر امامكم بالصوره مصنعيه على شكل اي بيم، تعرفون الاي بيم تو فلنجز اند ويب وان ويب، يعني فلنجه فوق فلنجه جوا وبالوسط ويب. فاذا جبنا بليت وقصينا منه فلنج وبليت قصينا منه ويب وربطناهم باللحام، راح نحصل على مقطع بليت جير. هذا الحقيقه المقطع بي لازم يخضع لمواصفات وشروط معينه خلاها الاي اي اس سي 360 اللي هو المواصفه الخاصه بتصميم المقاطع الحديديه اللي تعرضنا لها في محاضرات سابقه.
وتلاحظون لو تدققون النظر في هذه في الصوره هاي اللي امامكم، تلاحظون انه الفلينج ثيكنس مال الفلينج اكبر من الثيكنس مال الويب. وهذه الحاله مالت الثيكنس مالت الفلينج ضروريه جدا، لان احنا مثل ما نعرف، لان احنا ما يعني متعلمينه، انه في حاله المقطع الاي بي الفلينج الفوقانيه والجوانيه مسؤوله عن نقل احمال البيندنج، اما الويب فهي مسؤوله على عن نقل احمال الشير. لو تلاحظون في 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 في, في من اخذته في المقاومه، في درس المقاومه المرحله الثانيه احنا اخذنا شيء ذكرتم به. نفترض عندنا هذا اي بيم، هذا اي بيم. الان توزيع الاجهادات البيندينج اللي هي البيرنج ستريس من هالشكل. نحتاج هنا الى ثيكنس عالي، الى ثيكنس عالي على مود نقدر نقاوم هاي الاجهادات الكبيره اللي هنا. اما بالويب نرسمه مره اخرى، فبيندنج ما عندنا، ولكن ايش عندنا؟ عندنا شير. تذكرون توزيع الشير بالاي بيم كان هالشكل، لا تذكرونه. فهذا الجزء الكبير من الشير هذا من يتحمله؟ الويب، هي الويب. اما هذا الجزء يتحمله الفلنج. اذا احنا بالبلير جيردر عاده ما ناخذ سمك الفلنجه اكبر من سمك الويب، يعني دائما التي اف اكبر من التي دبل، وهذه النقطه ثابته في كل انواع البلير. هاي نقطه ضروري نتخلونها بباركم. الشابتر هذا احنا اليوم محاضرتنا وياكم ان شاء الله هي محاضرة مقدمات للموضوع، لانه الموضوع شوية بتفاصيل كثيرة. انا قايل لك بالبرودكشن انه في هذا الشابتر راح نتعرض الى تحليل وتصميم البليد جاردر، والبليد جاردر هو مثل ما معروف هو لارج فلكتشرال نمبر، زين مسمي لارج فلكتشرال نمبر اللي هو الجاردر. ف البيم عادةً عليه نوعين من الإجهادات، عليه نوع إجهادات فلكتشرال وإجهادات شير. إجهادات الفلكتشرال إحنا مثل ما تعلمنا ويا دكتور حيدر البغدادي إنه إحنا نصمم باستخدام معادلات وجداول. المعادلات موجودة في شابتر F من الـ AISC 360، والمعادلات والجداول موجودة قلنا شابتر اف اللي موجود فيه المواصفة الـ AISC 360 معادلات الموجودة بيه نقدر نصمم بيها الفلكتشر من ناحية الفلكتشر أو نشيكه من ناحية الفلكتشر. أما الجزء المتخصص بالشير أو الخاص بالشير اللي راح قلنا الويب هو اللي يشيل الشير، راح نروح إلى شابتر جي اللي هو خاص بالشير. زين، فهنا قايل لك هاي الحق، قايل لك إنه ترى بالنسبة للبليت جيردر هو عبارة عن بلت أب بيم إحنا صنعه، نجيب بليت ونخلي ما نشوف البليت جيردر بأعماق كبيرة. يعني تلاحظون هذا أطول من أطول يعني عمق أكثر قامة الإنسان، يعني
الاثنين اشيله قاعد الفلكتشرال من ناحيه الفلكتشرال الاي اي اس سي 360 مسويه جدول في شابتر اف، في شابتر اف اكو جدول حاكي لك على مختصات السكشنز. شابتر اف ب 13 سكشن، من سكشن 1 سكشن 13. سكشن 1 جنرال ما بي فت شغلات مقدمات، سكشن 2 و3 و4 و5 و6 و7 الى 13. هاي السكشنز كلها الحقيقه وجودها كل واحد مختص بزمره معينه من البيمز. هاي وين نلقاها هذا الحكي؟ هذا لو نروح بالمانيوال الى صفحه رقم هاي الصفحه رقم 45، هذا امامكم ظهر الجدول، شفتوا هذا الجدول بالمانيوال في صفحه رقم 45 في شابتر اف اكو تيبل اسمه يوزر نوت. يعني شنو؟ يعني الملاحظات للمستخدم للمانيوال. يقول سلكشن تيبل فور ابلكيشن اوف شابتر اف، ايش ناخذ احنا يا سكشن من شابتر اف اللي فيه؟ فانا بادي لك من اف 2 اف 3 اف 4 اف 5 اف 6 اف 7 وهكذا. اف 2 تلاحظون اف 2 اولا يرهم على مقاطع الاي بيم ومقاطع الشانل، راسم لك المقاطع اللي احنا تشتغل عليها هذا الصف هذا السكشن. وهنا قايل لك فلنج سلندرنس. يعني شنو فلنج سلندرنس؟ يعني نقارن ويا الحدود الموجوده في تيبل ب 4 1 في صفحه 16 اذا تذكرون. وهذا التيبل خاف واحد منكم نساء، خلينا نعرضه امامكم مره اخرى. هذا هو التيبل، تذكرون هذا التيبل؟ قلنا هذا التيبل تيبل 4 1 في صفحه 16 عندنا ليميتنج للويدث اوفر تكنس ريشيو، عندنا بي كومباكت وعندنا بي نون كومباكت، كومباكت ونون كومباكت. اذا هذا الحد الاول طلع البي اوفر تي اقل من هذا المقدار فهو كومباكت، اذا اكثر من هذا المقدار في هذا الحقل واقل من هذا المقدار في الحقل المجاور اليه يكون نون كومباكت. اما اذا كان قيمه البي اوفر تي اكبر من الحقل الثاني فهو سلندر. حقتها واضحه، شرحناها وحكينا عليها بشكل كلش هواية في الكومبريشن نمبر. نرجع الان اف 2 مثلا، تلاحظ هذا المن يشتغل، هذا الاف 2 خاص بمن؟ خاص بالفلنج سلندرنس. شنو؟ كومباكت سي يعني كومباكت، يعني كل بيم الفلنج مالته كومباكت والويب مالته ايضا كومباكت. نروح الى اف 2 نصمم معادلات الاف 2، تذكروها معادلات الاف 2 اخذتوها يا دكتور حيدر؟ نعم، اللي هي اف بلاستيك اللي هي زد زد بي في اف واي، زد بي في اف واي الام بي يعني يصير ام بي. زين الان اذا رحنا الى اف 3 المساله شويه تختلف. هنا فقط الاي بيم شانل مداخل، فقط الاي بيم شانل مداخل. يعني شنو ايش تستنتج؟ الشانل اذا ما كان كومباكت الفلنج مالته والويب مالته لا يمكن ان نصمم كيف الكتر. هاي من هنا نكتشف راسي. هنا الفلنجه ممكن تكون نون كومباكت وممكن تكون حتى سلندر، نون كومباكت وحتى ممكن تكون سلندر، ولكن الويب يجب ان تكون كومباكت. يعني في اف 3 اذا كانت الويب نوت كومباكت يعني سلندر يعني او نون كومباكت لا يمكن تصميمها بالاف 3. فاذا اف 3 يخص المقاطع اللي بيها الفلنجه نون كومباكت اور سلندر، ولكن الويب يجب ان تكون كومباكت. طبعا هنا أنا هذا المقطع الحقل الاخير الليميت ستيت يعني طريقه التصميم او الكرايتيريا مال التصميم. فمثلا بالاف 2 كانت ييلدينج ولاترال تورشنال باكلينج، ال بي ال تي بي معناها لاترال تورشنال باكلينج. هنا لاترال تورشنال باكلينج وفلنج لوكال باكلينج. ليه صارت الفلنج؟ لان الفلنج عندي سلندر ممكن تكون خفيفه فيصير بيها لوكال باكلينج. وهكذا اف 4 واف 5. احنا ما يهمنا في هذا الجدول هو اف 4 واف 5. تلاحظون اف 4 تخص مقاطع الاي بيم، الاي بيم اكو تو اي بيم، عندنا اي بيم دبل سيمتريكال الفلنجر فوق تساوي الفلنجر جوا متناظر حول الاكس وحول الواي، وعندنا مقاطع اي بيم بيها تناظر فقط حول الواي، حول الاكس ما عندي تناظر، فيسمونها singly symmetrical section.
او سنجل اي سيمتريك سكشن. هذا الاف 4 يخص من يخص المقاطع يخص المقاطع التي الفلنجه بها كومباكت اور نون كومباكت اور سلندر، يعني كل المقاطع كل الفلنجات كل انواع الفلنجات، وتكون الويف فيها كومباكت اور نون كومباكت اور نون كومباكت. وطبعا انواع الفشل او الكرايتيريا مال الفشل هي اما ييلدينج او لاترال تورشنال باكلينج او فلنج لوكال باكلينج او توتال فلكتشرال ييلدينج توتال تورشنال فلكتشرال ييلدينج توتال تورشنال فلكتشرال ييلدينج. اف 5 تلاحظون الاف 5 قريب نفس الشيء نفس المقاطع. شنو الاختلاف بين اف 5 واف 4؟ في اف 4 كانت الويب اما كومباكت اور نون كومباكت، يعني اذا كانت الويب سلندر ما نقدر نحلها بالاف 4، لازم وين نروح؟ الى اف 5. هذا هو الاختلاف فقط، الاختلاف هو فقط انه كون الويب سلندر وليست كومباكت اور نون كومباكت. احنا ايش راح نقترح اول مره قبل ان نقترح؟ طريقة المقترحة بالأفور طريقة معقدة وصعبة، وأنا إن شاء الله راح أنزل لكم مثال بمحلول بطريقة بالأفور ومحلول مرة أخرى بالأفايف. الأفور معقدة وطويلة ويراد لها جهد ووقت كبير للحل، أما أفايف هي طريقة أسهل. زين، إحنا نقدر نحل البيم أو البليت جيردر اللي تشمل الفقرة F4 على الفقرة F5؟ نقدر يجاوبني؟ نعم نقدر، بس يكون أكثر تحفظ. بها جيد. هاي بها جاوبت؟ نعم دكتور. عاشت إيدك، أنت لازم قريت شفت المحاضرة لازم. نعم نعم عاشت إيدك جيد، أنا وضحتها بالمحاضرة ليش أنا بشوف المحاضرة وتعالوا حتى منتجون، لأن أنا حتى ترى طريقة كلامي هسه شوية باختلاف حتى تزيد معلوماتكم بابا. عاشت ايدك بها. بها الدين جابر اسمك عيني؟ نعم دكتور. بها يا شعبة انت ابني؟ شعبة اي. شعبة اي، عاشت ايدك بها. اذا مثل ما تفضل زميلكم بها، نعم احنا نقدر ان نستخدم السكشن F5 بحل مسائل الواقع ضمن F4. ليش؟ لانه السكشن F5 يفترض ان الويب سيلندر بينما افور كومباكت نون، ولما نستخدمها هي كومباكت اور نون كومباكت ونعتبرها سلندر، يعني احنا بجانب الامان. ليش؟ لان السلندر انحف من الكومباكت اور النون كومباكت، وهذا الشيء اللي راح نسويه. احنا كل مسائلنا مال البليت جيردر بالفلكتشرال بالتصميم البيندينج راح نحلها باستخدام السكشن اف 5. ومو بس احنا، كثير من الكتب، هناك كثير من الكتب، كتاب ويليام، كتاب جاك ماكورمك، كتاب أبي أغاير، هاي المصادر كلها تشير إلى إمكانية حل البليت جيردر الذي يقع ضمن F4 باستخدام شروط ومعادلات F5. واضح شباب؟ أكو واحد ما وضحت عند الأمور؟ واضحة دكتور. كل زين، وقليلين اللي يقولون واضح. كم واحد قاعدين عيني؟ كم واحد قاعد يستمع؟ واضح دكتور، واضح وياك. نعم استاذ. واضح دكتور. جيد جيد جيد، ممتاز 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 ممتاز. زين، هسه نرجع للمحاضرة، نرجع للمحاضرة. إذا هنا ايش قايل هو؟ طبعا هذا الحكي بالمناسبة احنا ما اخترعناه من كيفنا، هاي مال انه احنا بامكان استخدام F5 وكان F4. هو المانيوال حاكي، تلاحظون هاي امامكم، هاي بالمحاضره، هاي المظلله مسميها يوزر نوت. شنو يعني يوزر نوت بالمانيوال؟ مرات المانيوال يساعده لليوزر، يوزر يعني يقصد بيه المستعمل مال هذا المانيوال، يساعده يقول له انت ليش تروح تدوخ نفسك في شغله معقده وكذا، تقدر تستخدم هاي. فهنا امامكم هاي اليوزر نوت، اول مره خلينا نقرا بالكتاب. يقول the specification permits، يعني تسمح المواصفات تسمح members covered by section afford to afford to be designed by provisions of section of five. واضح انه احنا بامكاننا استخدام السكشن اللي يقع في F4 باستخدام البروفيجنز مال F5. here we do this
سوي هذا احنا الشيء and use section F5 for girders with either non-compact or cylinder webs. يعني احنا راح نسوي هاي الشغله ليش؟ لانه هاي اللي قدامكم يوزر نوت قايل اي شيبد ممبرز، طبعا فقط الاي شيبد غير الاي شيبد اي شيبد ممبرز فور ويتش ذس سكشن از ابليكابل يعني فور مي بي ديزاين كونسرفاتيفلي يوزنج سكشن فايف. وهاي موجوده هاي انا نقلتها هذا اطلع لكم الصفحه الرئيسيه اطلع لكم الصفحه الرئيسيه مالت ال هاي هنا شوفوا هذا هذا F4 هذا F4 هنا أمامكم F4 other I-shaped members with compact or non-compact webs bent about their major axis. يعني هاي تخص المقاطع التي فيها الويب compact or non-compact. هنا كاتب اليوزر نوت قايل لك انه المقاطع المشمولة في هذا السكشن بإمكان تصميمها على السكشن 5F5 زين هذا اليوزر نوت I-shaped members for which this section is applicable may be designed conservatively using section F5. نعم هذا فيما يخص الفلكتشرال. فيما يخص الفلكتشرال الفلكتشرال يعني البيندينج راح نروح إلى F5. أما الشير فهو موجود في شابتر جي مثل ما قلنا نا قايل لك شير بروفيجنز. شير بروفيجنز يعني اشتراطات بروفيجنز يعني اشتراطات يعني شروط زين for the flexural member are covered in AISC chapter G اللي هو design of member for shear. other requirements شنو يعني other requirements متطلبات الأخرى يعني الما تكون مثلا بالcompression member شو أخذنا اشتراطات خدناها في شابتر اي زين بس بعض الشغلات مثلا اللوكال باكلينك منين طلعناه من يا شابتر واحد جاوبني اللوكال باكلينك شنو وين تشيكه بيا شابتر بالله بفور 1 يعني شابتر بي عاشتين عثمان عثمان اخير عاشتين عثمان يا شعبة بابا جي شعبة اي شعبة اي يوم اي مبدعين شابتر اي من حكينا على الكولومز والكومبريشن ممبر احنا لازم نشيك اللوكال باكلينج. اللوكال باكلينج ما موجود ما عاد يحكي بشابتر اي تروح الى شابتر بي في جدول بأربعة واحدة اللي قبل شوي طلعنا وتاخذ ما يخص اللوكال باكلينج وتشيك الفلنجه والويب. فاذا هنا يقول اذر ريكويرمنتس بالنسبه للليد جيردر نلقاها في سكشن اف 13 في سكشن F13 proportions of beams and girders. شنو proportions؟ النسب شكد لازم الفلنجة إلى سمكة طول الفلنجة إلى سمكة طول الويب إلى سمكة وهكذا زين. طبعا هو هنا أنا جاي حاكي لك يقول لك إنه ترى البليد جيردر إنه ممكن أن يكون بأشكال مختلفة ممكن أن يكون بسنجل ويب ممكن أن يكون بدبل ويب ممكن أن يكون بريفيتد ممكن يكون ويلدد زين. وهذه متوفر بالحياة العملية لو لاحظكم هذا الشكل هذا الشكل أمامكم هذا الشكل أمامكم لاحظوا هنا هذا المقطع الأول هو آي بيم بليد جيردر متكون من تو فلنج وون ويب هذا سميه آي بيم. أما المجاورة إلى هو تو فلنج وتو ويبز يتحول إلى بوكس سكشن يعني هذا نسميه داري نكتب عليه هذا هنا نكتب عليه هذا اي بي وهذا نسميه بوكس جير بوكس جير ليش؟ لأنه أربع أضلاع. هذا هنا ويلدينج هنا عادة هنا اللحام هنا خلي اللحام أو هنا مثلا هذا باللحام بالويلدينج ممكن
ممكن أن يكون بالريفت أو بالبراغي. هذا اللي أمامكم لو تلاحظون، هذا هنا أمامكم، هذا هنا هاي ريفت. زين هاي ريفت. وهاي نستخدم أربع زوايا four angles. زين هي الويب مالتنا، هاي الفلنجة الأصلية مالتنا. إذن إحنا نربط الفلنجة والويب باستخدام أربع زوايا والريفيتس. واضح شباب؟ هنا هاي الجزء الفوقاني أي وبي، هاي ما مستخدمين ستيفنرز. شنو يعني ستيفنرز؟ احنا لانه البيدير دار ده نستخدم بي فلنجه ثخينه قلنا ونحيفه، راح الويب تعاني مشاكل بالبيدير، لان احنا عاده نسلط اللود هنا في المنتصف. فهاي الويب شويه، هاي شوية رسموها القطة، نعيد رسموها بالوسط. عادة نسلط هنا هاي القوة نسلطها. فهاي الويب لأنه نحيفة، لأنه نحيفة راح ما تتحمل هذا الفورس الكبيرة اللي تسلط عليه. إحنا قلنا البيت جيردر نستخدم الإسبانات الكبيرة والأحمال الكثيرة، لذلك راح يصير بيها مشاكل. أما يصير بيها باكلنك إيشي، أو يصير بيها كريبلينك. باكلينك، تعرفون شنو الباكلينك؟ أو يصير بيها كريبلينك. اللي هي تتعقج. تتعقج يصير قصر بيها. حتى نعالج هاي المسألة نضع هذا مول الفلنجة مالتنا. هذا الويب، هاي الفلنجة الثانية، نجيب لنا السفنر هنا نخليها. ممكن نخلي من جهة واحدة وممكن نخلي من جهة الأخرى. ويمكن تلاحظونه لو تنتبهون على الجسور الحديدية، تلقون أكو مخلين بليتس أو زوايا فيرتيكال تربط الفلنجة الفوق والفلنجة الجوا على الويب. هاي نسميها ستيفنر. الستيفنر نوعيتين، اما تكون انترميديت او تكون بيرنج. شو الفرق؟ الانترميديت تكون في الوسط ومنتشرة تكون، أما البيرينج فتكون تحته أو عنده، أفضل عند القوى المتمركزة. يعني إذا عندي مثلا فد بيم هشكل جردر، ما عندي هنج، هنا رولر، وهنا عندي خلينا نقول فورس مسلطة، وهنا أيضا فورس، لأنه وجود هنا أكو رياكشن عندي، وهنا عندي أيضا رياكشن، فأحتاج هنا إلى هذول كلهم نسميهم بيرينج السيفنرز. أما السيفنرز اللي تتوزع بالوسط، هنا مثلا ناعد السيفنار، ناس سيفنار، ناس سيفنار، ناس سيفنار، نالاخ، نالاخ، هذول نسميهم انترميديت سيفنر.
واضح شباب؟ واضح؟ واضح شباب؟ أيوة واضح واضح دكتور. دكتور واضح. زين. شو الفرق بيناتهم؟ لاحظوا هاي الاند بيرينج السفنار، نسميها اند بيرينج او نسميها بيرينج السفنار، يجب ان تصل من الفلنجر فوق للفلنجر جوا متصلة. ليش؟ استاذ راح البث، لان هذه الفورس الشاشه راحت وقفت. هسه 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 شيك تسمعوني هسه من الموبايل باوة؟ اي استاذ بس ماكو صورة، بس صورة هسه هاي الحاسب الانترنت مال الحاسب شويه المشكلة شوية ضعيف عندنا الانترنت بالمكتب، والظهر كلش ضعف هسه كلي ضعيف عند الانترنت، بس احاول اعيد لكم اياها ان شاء الله. في مدى ياخذ على كل نخليه مو بسهولة ياخذ. ها ظهر عندكم بابا شيء؟ لا دكتور ماكو شيء. لا دكتور ماكو شيء. ما ماكو شيء لحد الآن؟ اي اي هسه بس اعتقد اوكي. اي دكتور. اي في الانترنت كله ضعيف. كله ضعيف الانترنت على كل. هسه اوكي ظهرت لكم المحاضرة بابا مو تمام؟ تمام. اي نعم دكتور. زين. واضح هذا اللي امامكم. احنا اللي قلنا البليت جيردر يحتاج الى سيفنرز بسبب يحتاج بسبب انه احنا عندنا ويب عمق مالها كبير طولها كبير والثكنس مالها قليل، فيحتاج ان نسوي لها ندعمها بالسيفنرز. السيفنرز قلنا نوعيتين، نوعيه البيرنج اللي عند الرياكشن وتحت القوى المتمركزه، ونوعيه انترميديت توزع ما بين السيفنرز البقيه. البيرنج السيفنرز واحده من شروطها يجب ان تكون من الجهتين، البيرنج السفنر يجب ان نضعها على جهتي خل ارسم لكم شويه حتى تعرفون شو معناته عن جهتين. يعني انا اذا عندي هذا البيم مالتي، اذا عندي هذا البيم مالتي، هذا الجيردر مالتي، البيرنج يجب ان اضع هنا وحده، ان اضع هنا وحده وهنا وحده وهنا الاخرى. هاي هي الفلنجات مالتي، هاي نسميها بيرنج السفنر.
أما الانترميديت فما يحتاج، ممكن أن نكتفي انترميديت، ممكن أن نكتفي بواحدة فقط. هاي IS واضح، هاي انترميديت سفنر وهاي بيرنج سفنر. إذن البيرنج سفنر هذا الشكل أمامكم، هذا الشكل أمامكم في C، هذا ريفيتد. ها شلون عرفنا ريفيتد؟ لأن نستخدم أربع زوايا. لاحظوا هاي الزوايا المستخدمها، هاي سميها فلنج، هاي ماكو، هاي هاي فور أنجلز، رابط بأربع زوايا، زاوية زاويتين ثلاثة أربعة، هاي هي الفلنجة، هاي هي الويب أصلية، هذا هو السفنر. زين، وهذا السفنر الثاني. واضح شباب؟ فإذن البيرنج السفنر يجب أن توضع في جهتي الويب، أما الانترميديا السفنر فمو شرط، ممكن من جهة واحدة، لأن إحنا السفنر الانترميديا السفنر بس مجرد تمنع عملية الباكلينك أو الكريبلينك مال الويب. أما الاند بيرنج لا، يجب أن تتحمل اللود اللي يسلط عليه. يعني تصميم الاند بيرنج البيرنج السفنر، هاي معدي هنا فورس، هاي بي، هاي البي يجب أن يشيلوا هذول السفنرات، تصمم كأنما كولوم. هسا احنا شيه زين، اوكي. ننتقل الآن إلى General Consideration. إحنا عادة قلنا مثل ما قلنا بداية المحاضرة إنه إحنا ما نقدر نستخدم Rolled Hot Rolled Section في سبانات كبيرة. نقدر أكو طريقة إنه نأخذ Compact أو Bulletup، يعني مثلا نخلي نربط مقطعين I Wide Flat واحد فوق الأخر. بس هاي العملية اولا يراد لها تقنيات كلش عاليه وما تطديش المطلوب، لانه انت اذا كبرت الفلنجه، اذا كبرت الويب يعني عرضت، يعني طبقت اي بيم فوق اي بيم، فبالنتيجه راح الفلنج تبقى صغيره الا اذا اضفت بليتات، وهاي العمليه يراد لها جهد كبير وقد تكون ما مصحوبه بالنجاح. لذلك افضل شيء احنا نروح للبليت جيردر. البليت جيردر يقدر الديزاينر المصمم انه يختار سمك معين للفلنجه وسمك معين للويب والسفنرز بطريقه معينه بحيث تتحمل اي شكل من السبانز او اللود الجاي عليها. لذلك هنا يقول البليت جيردر هو فتشي مهم جدا ان واحد يتعلمه، لانه تعرفون احنا عندنا السبانات كبيره كثيره في مشاريع. احنا المهندس المدني دائما ما يتعرض الى سبانات كبيره كالقاعات، كالجسور، بعض الأبراج نحتاج إلى سبانات كبيرة، هاي كلها نقدر نحلها باستخدام البليت جيردر. هاي عملية الفهم العميق مالت دي بيم شلون دي يصير بهذا اللاترال باكلينج، وشلون دي يصير بي كريبلينج، وشلون كذا، هذا يراد له أن واحد يروح إلى نظريات الإلاسيسيتي والأنستيبوليتي اللي هي إن شاء الله هسه هي خارج مستوى دراستكم. اللي منكم إن شاء الله يكمل ماجستير ودكتوراه بالإنشاءات راح يلقاها هاي كلها قدامه، وإن شاء الله يتعلمها ويفوت بيها. أيضا أكو مصادر على هالموضوع، أنا ما شرت أشريت المصادر. ال requirement مالتنا مال ال AISC مركزة على قضية الفلنج lateral buckling FLB، ومركزة على lateral torsional buckling اللي هو مالت المقطع كوكول، وقايله انه يراد نشيك هذا المقطع مال بيت جيردر بحيث يؤدي الغرض المطلوب منه. هنا ايضا يقول the diagonal tension. طبعا احنا قبل لا نفوت هذا الموضوع، احنا وجود الستيفنرز اللي حشينا عليها intermediate stiffeners راح يحول البيم من اللي حول، راح يحول البيت جيردر من بيم اكشن الى تراس اكشن. شنو يعني بيم اكشن وشنو تراس اكشن؟
انتم تعرفون احنا كل بيم نسلط عليه بيندينج، ولانه هو البيم مو ولانه هو البيم مو كومباكت، لانه هو البيم مو كومباكت او هو البيم مو مونوثريك، مو مونوثريك يعني مو مقطع مستطيل، وانما عباره عن فلنج ويب، راح يصير عندنا ما يسمى باللاترال تورشنال باكلينك. تورشنال مين جانا تورشنال؟ مين يقدر يجاوبني من شباب؟ ها ماكو جواب شباب؟ وينكم؟ زين انا جاوب. احنا يصير عندنا لاترال تورشنال باكلينك بسبب انه احنا المقطع مالتنا لو نجي نباوع، انه احنا هذا لو نجي هنا نباوع عندي مثلا هيش بيم عليه لود، وهذا راح يصير بيدفلكشن. نفس الوقت راح يصير لاترال باكلينك يعني حركة بهالشكل. هذا اللاترال باكلينك لو نجي نباوع المقطع، هذا المقطع مالتي هذا جزء منه، هذا راح يصير عليه كومبريشن وهذا تينشن الجزء. هذا الجزء لانه راح يصير دي راح هذا راح يلتوي، هذا راح يصير يميل يعني هشان هيك راح يصير هالشكل. راح يميل عن المقطع، فهذا لانه مال كانما سلط عليه تورك وما مسلط عليه تورك، ولكن لانه المقطع مالته ما متوازن، المقطع مالته تي سكشن، هذا عليه علي شد او عليه ضغط، تي سكشن وليس مقطع مستطيل، راح يصير بي تورشن. واضح؟ يعني المقطع اللي يكون هالشكل اللي نرسم مره اخرى، هذا الديفليكشن اللي يصير بي زين. المقطع هنا هيجي مقطع هنا وهنا ايضا عدل بالوسط، شلون راح يصير المقطع؟ راح ينقلب هيجي. هاي القلبه مالته كانما مسلط على المقطع تورك، خليته يفتح هالشيء طبعا عفوا يا تورك. واضح شباب؟ اتمنى يكون واضح هذا الموضوع. شو ماكو جواب؟ وينكم شباب؟ واضح دكتور، واضح دكتور. زين جيد جيد. إذن هذا البيم أكشن ما يسمى. أما من عندنا تراس، من دا نحكي على تراس مثلا، تراس شنو طريقة العمل مالته؟ التراس هذا تراس مثلا تراس بسيط، خلينا نقول نرسم زين، هذا تراس بسيط وعليه في قوة معينة، خلينا نقول عليه قوة هنا قوة هنا، هاي القوة هنا راح تنتقل إلى الممبرز عن طريق قوة شد أو ضغط. يعني هذا الممبر شبيه كومبريشن زين، هذا الممبر شبيه، هذا الممبر شبيه، من يقول لي تنشن وهكذا زين. هذا ايش بيه؟ هذا الكورد كومبريشن، هذا ايش بيه؟ هذا عفو تنشن، هذا ايش بيه؟ كومبريشن وهكذا. إذن عمليه وجود الضغط بالفيرتيكال، وجود الضغط بالفيرتيكال ايش راح يسوي لي؟ تنشن بالمائل، صح؟ صح شباب؟ نعم دكتور. لذلك هذا البيم الجيردر اذا خلينا بيه ستيفنرز، هاي ستيفنرز، هاي انترميديت ستيفنرز، هاي انترميديت ستيفنرز، اذا خلينا هنا وهاي هي شاله اللود، صار بيه كومبريشن لود، صار بيه كومبريشن، شوف هذا كومبريشن لود
كومبريشن ستريس. الدايجونال هنا ايش راح يصير؟ تنشن. ها من صار الدايجونال تنشن بالبليت بعد ما يصير عندي باكلينج ولا يصير عندي كريبلينج. ليش؟ لان احنا الباكلينج والكريبلينج نتيجه المن للتنشن للتنسير ستريس للكومبريسيف ستريس. هذا الجواب. للكومبريسيف شلون التنسير كريبلينج تعقج اذا تجيب قطعة قماش وتسح بيها تتعقج بالعكس تتعدل. اما قطعة القماش اذا تكبسينها بيدك تتعقج مو صحيح. اذا وجود الاستيفنرز راح يشتغل مثل ما وجود الفيرتيكالز مامبرز بالتراس. فالانكلاينت هذول الفيرتيكال مامبرز راح يشيلون الفورس المسلطة فراح يصير بيهم كومبريشن فورس. اما الانكلاينت مامبرز ايش راح يصير بيها؟ تنشن فورس. وجود هذا التنشن راح يمثل لي كانما البليته. يعني احنا لما نخلي السيفنرز هنا خلينا شوي نتكلم عليها. لما نخلي هاي السيفنرز راح يشيل كومبريشن. يعني هنا كومبريشن وهنا كومبريشن. هذا الخط راح يصير نار بالبليته تنشن. واضح؟ فوجود التنشن راح يمنع لي من حصول البكلينك والكربلينك. لذلك هاي العمليه نسميها ب تنشن فيلد اكشن. هاي النظريه سميها تنشن فيلد اكشن اللي مجرد برمز تي اف اي. وراح نتكلم عليه كل شوي ان شاء الله بالمحاورات الجايه. واضح شباب؟ فهمت شنو معناته تنشن فيلد اكشن؟ واضح. هذا التنشن فيلد اكشن واضح. هو حصيلة وجود الاستيفنرز. وجود الاستيفنرز هي أنتجت لي هذا التنشن فيلد. واضح شباب؟ هنا جاي حاكي لك يقول حاكي لك على الاستيفنرز شنو الفرق بيناتها. احنا قلنا عندنا انترميديت الاستيفنرز وعندنا بيرنج الاستيفنرز. الانترميديت السفنار قلنا توضع في المكانات الوسطية الغرض منها خلنا نحكيها بعد بعبارة هندسية حلوة توفير الفيلد اكشن توفير التنشن فيلد اكشن. اما البيرنج السفنارز الغرض منها تحمل اللود الكونسنتريتد في المقطع مثل الرياكشن مثل الاكسترنال لود. واضح شباب؟ بعدين ناجي قال لك حاكي لك على تصميم السفنار. يقول هي السفنار راح يشير بيها سترس. هذا الستريس يساوي الفورس المسلطة على الاريا اوف بروجكتد بيرنج اريا واللي هي قيمتها 2 في اي في تي. هنا راسم لك رسم قال لك هاي القوة بي. لاحظوا هاي القوة بي المسلطة على المقطع. هاي القوة راح تكون السمك هذا تي هذا هاي البليته اي هاي المسافة اي في تي. فهنا هاي اي اللي ملحومة في تي تكنس مال الاستفنار. يعني احنا خلي شوية نعلق هنا بالقلم. يعني هنا هذا المقطع هاي هي الاستفنار هاي هي البيرنج استفنار نفسها. هاي ان البيرنج استفنار اللي بتكون من الجهتين. هاي البيرنج استفنار جزء منها فقط هو اللي يشتغل اللي هو الاي وبيها السمك. هذا السمك هو التي. فالفورس هاي بي تتوزع على اثنين اول مره. هاي الفورس بي تتوزع على اثنين لان يعني من ناحيه السفنر ومن ناحيه السفنر وكل وحده من عندهم مساحتها اي في تي. هذا شو يطلع لي؟ اجهاد البيرنج في السفنر. ومن عنده نصمم ان شاء الله ندخل بتفاصيلها بالجاية. بس أنا مجرد أنطيكم فكرة. إحنا واضح شباب؟ أستاذ المثلثات يقول صح. المثلثات تمثل ريجيد كونكشن.
قصدك هذول الريجيد كونكشن هاي ولا شنو؟ هذول هنا هذول قصدك؟ اي استاذ اي مو هذا هنا عندنا لحام، احنا قلنا هنا عندنا لحام، هنا عندنا لحام صحيح؟ فمن اللحام بعد ما نقدر نجيب البليته مضبوطه، فاحنا شو نسوي؟ نقصها منا فتبقى الاريا فقط هي هاي تشتغل. هاي ضائعات اللي نام عبر عنها بأي واضح؟ طبعا هو شويه اكزاجوريتد، نام سويها اكثر من الطبيعي، هي اقل سوي شويه اكزاجوريتد. واضح شباب؟ بعد من عنده سؤال؟ زين هنا بعدين جاي هو حاكي متكلم هنا عن ال جاي متكلم عن ال انه احنا السيفينارز نوعيتين، قلنا اذا كانت بيرينج يجب ان يكون بير يعني شنو؟ مزدوج. اما اذا كانت انترميديت لا، ممكن وحده تكفي وممكن اثنين. احنا الهدف من الـ هذا السيفينارز هو الغاء الكريبلينج، هاي قدامكم كريبلينج او باكلينج، هو مسميه الكريبلينج تسميه الباكلينج، لا هو المفروض كريبلينج اند باكلينج اثنين قضيتين عندنا. بعدين جاء حاكي على اللحام، احنا قلنا الجردر بليد جردر مالتنا نلحم الفلنجة على الويب، هاي النقاط هنا نلحم وهنا نلحم وهنا نلحم. هاي طريقة اللحام، شلون نحسب قد مقدار اللحام؟ تذكرون اخذته بالمقاومة ما يسمى بالهوريزنتال شير، ما اخذين هوريزنتال شير بابا او يسمونه لونجتيودينال شير، تذكرونه؟ ها شو لا كلام ما حد يتذكر؟ وينكم عثمان؟ دكتور موجودين بس ما اتذكر يعني ما اذكركم هسه اذكركم بي هسه اذكركم بي تذكرون كان عندكم مسائل ايش بدكم اياها بالشير شابتر 7 كتاب بوبوف شابتر 7 قلم شوي اليوم شابتر 7 ايش كان عندنا مساله افرض عندنا هيك خشبتين هاي خشبه وهاي خشبه وردنا ذولا خشبتين نربطهم سويه بمسامير بحيث يتحملون اللود بحيث يصيرون مقطع واحد كأنما عندنا البيم عليه لود هذي هذا اللود فيه شلون نحسب المسافات بين المسامير سميها كنا اس من يتذكر كنا نسوي كان كيو على ثمانية كيو شي يساوي في كيو في كيو اوفر اي مو تمام مو تمام نعم دكتور هذا الشير فلو هذا نسميه الشير فلو هذا الشير فلو شي مثل لي شي مثل لي هذا هذا مقدار الفورس اللي دا تمشي هنا فاذا كل بسمار من هالبسامير الى فد اريا يتحملها اللي هي هاي اللي هي الاس فراح تصير الاس في الكيو تساوي الفورس اللي تحملها النيل واضح فاذا اني الاف مال النيل ايش تساوي في فورس مال النيل تساوي الاف في مالته مضروبه في الاريا مال النيل صح فاذا انا اذا عندي اف اريا وعندي اف نيل اقدر اطلع اف اي نيل يعني اف في مقاومه الشير مال 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 البسمار وعندي الاريا مالته اقدر اطلع الفورس مال النيل اجي هنا الكيو انا عندي من الفورس اقدر اطلع الاس ما تتذكروها بابا هاي بالمقاومه شباب جاوبوني بصراحه اي دكتور ذكرناها ذكرتوها نعم دكتور ترى هاي من الاساسيات هاي يسمونها هوريزونتال شير بروبلم يحكي عليها بوبوف فتحكي رهيب بس انتم مشكلتكم ما تقرون كتب اللي منكم يريد يصير استاذ بعد ان شاء الله بالمستقبل لا
لازم كتاب بوبوف يفهمه كله حتى يصير مهندس إنشائي صحيح مضبوط. النصيحة لكم بابا، أكو كتب، أكو كتب لا يمكن الاستغناء عنها، الكتاب لامب بالتربة، الكتاب باول بالأسس بالفاونديشن، الكتاب بوبوف بالمقاومة، وهكذا. واضح بابا؟ فإذا إحنا اللحام هنا يقول هو حاجي قايل هذا اللحام، هذا هنا اللحام من الطلعة هنا حاجي شوفه نشير فلو، لاحظوا تلاحظون بابا هنا، هاي هنا تلاحظون شباب هاي شير فلو حاجي عليه قايل إنه أني أسوي شير فلو، أحسب حسابات شير فلو واعتمد على هاي المعادلة اللي هي هذا الأف شو مسميه، هذا الأف مثل إن إحنا كيو كنا نسميه سمول كيو. واضح واضح شباب؟ فحتى نطلع مقدار اللحام، مقدار اللحام مثل عندي أني هاي البليته لا عندي أصور مثل هذا الجدار ما خلا خلا رسمي هاي الفلنجة الفوقانية هاي الفلنجة الجوانية لازم أحدد لهم جد الحم. مثلا أقول لهم لحموا يابا 5 سنتيمات وتركوا 10 واضح شباب؟ تفهمون علي بابا؟ واحد يجاوبني، واحد يريح قلبي. هاي اللحام هاي نطلع كل حين من هاي اللحام يجد يقاوم. شلون نطلع اللحام؟ تعلمتوه بالتنشن يا دكتور حيدر. شلون نطلع مقاومة اللحام؟ ها أم ناسينها ماخذينها قبل شهر اللي ما يعرف يراجع. طلع مقاومة اللحام مال كل وصلة من هاي الوصلات، عندي الطول وعندي الواير مال اللحام اللي حمت بيه مقاومته، وطبق الثروت اللي يبون 707 مقاومة اللحام شو يساوي الشير شو يساوي 0.707 هاي الثروت مضروبة في L مضروبة في كذا بعد في إيش مضروبة ها 0.6 of 1 لو استخدم LRFT أو SD هاي طلع هاي المقاومة، هاي المقاومة أطلعها مال كل وصلة من هاي الوصلات، أقرر أقول أنا راح ألحم 10 سنتيم مقاومة. أجي بعدين من هاي المحاسبات شو أطلع السبيسينج، شو أطلع السبيسينج عندي مقاومة اللحام فورس V، هاي الفورس V هاي فورس V تساوي تساوي Q في سبيسينج، الQ عندي من هاي المعادلة أطلعها والسبيسينج أطلعها. واضح شباب؟ واضح دكتور. ترى هذا خارج هذا خارج هذا خارج الشابتر مالكم، هذا زيادة ترى، بس أنا مو الهدف مني فقط أدرسكم حتى تمتحنون، بابا أنا أدرسكم حتى تصيرون مهندسين ستيل مضبوطين أحسن مني لكم تصيرون، مو بس مثلي أحسن مني زين، حتى يقولون ذولا طلاب جامعة بغداد المضبوطين، مو أنتم متماخذين ستيل وأمور هواية مثل التوف. هسه صار واضح بالنسبة لكم بابا؟ زين ننتقل بعدين إلى الجزء الأخير من المحاضرة وهو الـ AISC requirement. الـ AISC requirement أول شيء إحنا الويب حتى نعرفه صار compact low cylinder نروح للحدود، وهاي الحدود مالت ال H over TW من جبناها قلنا in table بأربعة واحد في صفحة 16. فإذا نروح إلى هاي الصفحة اللي هي هاي table 4.1 تلاحظون هنا الكيس 9 احنا رحشينا عليه الجدول في الكومبريشن نمبر. كيس 9 جايل أول شيء lectural من كنا بالكومبريشن نمبر شو نقول uniform compression في فقرة 8. فقرة 8 شو تخص؟ تخص الكومبريشن نمبر. أما فقرة 9 شو تخص؟ lectural member يعني beams lectural and waves بالويب double symmetric double symmetric I-shaped section and channels. شنو المطلوب؟
إذا نريد كومباكت يجب أن يقل عن هذا المقدار اللي هو 3.76 بجذر E over F1. أما إذا كان أكبر من هذا المقدار وأقل من 5.7 جذر E over FY فهو يكون نون كومباكت. أما إذا كان أعلى من 5.7 بجذر E over FY فيكون سيلندر. ولاحظوا ها هي الويب، هذا هو الأتش. الأتش منين نقيسه؟ من تحت اللحام، من تحت اللحام، يعني اللحام ما يدخل به، هاي نسميه الأتش، نقسمه على تي دبليو. زين، هاي هاي حالة، هاي هاي الحالة اللي يكون بيها دبل سيمتريكال. أما إذا كان سينجل سيمتريكال نروح إلى حالة دعش، لكترال ويب أوف سينجل سيمتريكال آي شايبت. زين، أتش سي هنا قال سمانها أتش، سمانها أتش ليش؟ لأن بالسينجل سيمتريكال بعد ما عندنا توتال أتش، والأتش سي بيها حسابات هسا أعلمكم إياها شلون نطلعها. هسا نحسبها، الليمت الأول طويل عريض أتش سي على أتش بي في جذر إي أوفر أف واي في 0.5 MB على MY MB. تعرفون شو يساوي؟ يساوي الزد في الأفواج ماينس 0.09 كلها تربيع. هذا تحقق هذا الشرط، اللمدة مالتي أقل من هذا المقدار، يعني البي أوفر تي الاتش سي أوفر تي دبليو أقل من هذا المقدار فيكون الويب كومباكت. أما إذا كانت أكبر من هذا المقدار وأقل من 5.7 اللي هو نفسه مال السنجلي مال الدبل العفو فيكون نون كومباكت. وإذا كان أكبر من 5.7 في جذر E over F Y فهو سلندر. زين، هاي راجعوها عدين بالمال والبابا. زين، نرجع على محاضرتنا. فهنا أنا قايل لك هذا الحكي كله اللي حكيت أنا هسه. شوف هنا أنا الحالة الأولى H over T W. زين، وفي حالة كونه سنجلي فال H over T W هو هذا. ال H C وال H B مطيك هنا تعريفه. ال H C يقول لك يساوي twice the distance، يعني مرتين بجد distance from elastic neutral axis the centroid axis to the inside face. تحسب طلع ال neutral axis مال هذا المقطع. زين، وتحسب المسافة من الكومبريشن فلنج إلى هذا neutral axis. هاي المسافة طبعا الكومبريشن فلنج من جوه مو من فوق، من جوه تضربها في اثنين. خل أرسم لكم هذا هنا الرسم حتى يكون واضح. نانا خلنا نفترض عندنا هاي سكشن اللي هو نن سينجل سيمتريكال، خلنا نفترض هاي هي الكومبريشن فلنج، يعني بوزيتيف مومنت. من ناخذ النيوترال اكسس، وين راح يصير عندنا النيوترال اكسس؟ راح يصير عندنا هنا، مو صح؟ تمام ولا لا؟ وينكم؟ صح دكتور. شو يقول؟ يقول قيمة ال HC تساوي هاي المسافة في اثنين، يعني هاي المسافة تمثل لي HC تقسيم اثنين. واضح؟ فال HC نطلع هاي المسافة ونضربها في اثنين. هذا فيما يخص ال HC. بس خلي كمل ابن يسأل بس اسمح لي. زين، يقول اي سي على 2 ديفاين ذا بارت اوف ويف ذات ان ذا كومبريشن فور الاستيك بيندينج. اي سي تساوي اتش فور جيردر وذ ايكوال فلنج. ها الجيردر اذا كانت الفلنجات متساويه يعني دبل سيمتريكال تساوي اتش نفسها. اما الاتش بي، اما الاتش بي فهي توايز ذا ديستانس فروم ذا بلاستيك نيوترال اكسس. شنو يعني بلاستيك نيوترال اكسس؟ جابوني هسه جابوني شنو بلاستيك نيوترال اكسس؟ يلا وينكم يا شطار؟ اللي جاوب انطيه درجة كوز. صارت بيها درجات الشغلة ترى لو ما تعرفون. دكتور هو مو نيوترال اكسس يعني يصير محور التعادل مع البلاستيك. شنو يعني محور التعادل مع بلاستيك؟ شلون نطلعه؟ ها؟ وينكم؟ دكتور عيد السؤال. هنا قايل هنا بالاتش بي بهذه الصفحة أمامكم الاتش بي توايس ذا ديستانس فروم ذا بلاستيك نيوترال اكسس.
to the inside face of the compression flange. شنو يعني بلاستيك الميتالكس؟ بس الإلاستيك افتهمناه. البلاستيك شنو؟ أول مرة تمر الإلاستيك تعرفوه؟ تعرفوه إيش يعني؟ جاوبوني بابا تعرفون له لا؟ حتى ليش نضيع وقتنا؟ ها؟ تعرفون له لا؟ يعني يكون بشكل الستريس مثلث مثلثات؟ إيه وبعد يقول البلاستيك شنو؟ والبلاستيك يكون بمستطيلات. عاشتيد تهمتوا بابا؟ أشرحكم يا أخي ليش؟ إحنا بالإلاستيك إحنا عندنا بالإلاستيك هنا إذا عندنا البيم بالإلاستيك فتوزيع الإشهادات تكون به الشكل. وهذا هو نيوترال أكسس إلاستيك نيوترال أكسس. أما إذا كان توزيع الإشهادات ناش نضلع اس اكس هنا شنو نضلع الزت زت اكس فالنيوترال اكسس مالتنا يكون هنا بلاستيك هاي الفرق واضح شباب هسه واحد يقول ساتي مو نفس الشيء لا مو نفس الشيء ليش لان اذا كان المقطع مالتي دبل سيمتريكال نفس الشيء تطلع دبل سيمتريكال عبر الوسط اثنينات بس إذا المقطع سينجل سيمتريكال يختلف واضح شباب واضح شباب لأنه إحنا نيوترال أكسيز هنا نيوترال أكسيز البلاستيك نيوترال أكسيز شنو تعريفه والله أحد يقول لي يا شلون نطلع إحنا مرة شلون نحسب الزيت تعرفون زد شو نحسب زد اكس الاس اكس شو نحسبها الاس اكس شو نحسبها صار بي دي تربيع على 6 على ما انا اقول شلون ما كنتش قد طب على سؤالي باب كتبوا كتبوا اللي عنده ورق خليه يكتب الزت اكس هو عزم المساحه عزم تكتبون عزم مساحه الجزئين حول الخط الذي يقسم المقطع الى جزئين متساويين يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني مررنا هنا أنا خط وهمي جيب هنا أنا خط هذا خط هذا الخط المفروض هاي الأريا تساوي هاي الأريا فعزب هذين المساحتين هاي الأريا حول هذا الخط وهذا الأريا هاي الأريا حول هذا الخط العزم مجموعهم يساوي الزائد واضح بابا واضح يا عثمان واضح يا مريم واضح لو مو واضح واضح شنو انتم ما تطرقتوا له يا دكتور حيدر بهذا الموضوع ها طرقنا له بس يعني مو بهذا التفصيل مو بهذا التفصيل مو لازم تعرفون بابا زت منين جاء الاس اكس واضح إيجاده بس الزت اكس هذا تعريفه ليش لان هنا يصير عندي هالشكل هذا توزيع ال فاذا لانه خط عدل يعني مساوي هنا الفورس ستريس يساوي ستريس يجب ان تكون المساحات متساويه حتى تصير قوه الضغط تساوي قوه الشد صح فلازم هاي الاريا تساوي هاي الاريا صح؟ أي استاذ ماشي تهمتوها يعني تهمتوها أوكي هنا أنا جاي منطيك شروط بروفينز لأنه شو وقت
نعم بس خلي اكمل وسعد خلي اكمل المحاضره الوقت ما عندنا بعد اوكي. الشروط اللي منطيها الشروط اللي منطيها يقول لك انت البي الجيردر مالك واحد من اثنين لو يكون تستخدم بي ستيفنرز لان يحتاجها لو ما تستخدم بي ستيفنرز طبعا الكلام ليس يعمل بيرنج ستيفنر الكلام يعمل انترميديتس بيرنج ستيفنر لازم تخليه مو كيفك الانترميديتس مره ما نحتاج مثلا لو تشوفون هذا الجيردر باول صوره عرضناكم اياها بدايه الشابتر ما بي ستيفنر هذا بي فقط بيرنج ستيفنر بالبدايه وبالنهايه اما اند ستيفنر ما بي وتلاحظون بي شير كونكتر فوق يعني اللود عليه ديستريبيوتد فما بي كونسنتريتد لود فما عنده اي بيرنج ستيفنر فقط بالاطراف زين فاذا كان ما بي انترميديت ستيفنر عندنا بي طريقه خاصه بالتشيك اما اذا كان بي يحتوي على انترميديت ستيفنر فعلى طريقه اذا كان يحتوي المسافات الكلير ديستنس بين الاند بين الانترميديت ستيفنر نرسم لها بالرمز اي اي هاي سمول اي تعني المسافه بين الكلير سبيسينج بين الستيفنر فاذا قسمنا الاي على الاتش على التوتال ديبث مال الويب وطلعت اقل من 1.5 فلازم ان يكون الاتش على تي دبليو ماكسيمم يساوي 11.7 في جذر اي اوفر الواي يصير اكثر من هاي متطلبات هاي شروط اشتراطات يسميها اما اذا كانت الاي يعني المسافه بين الكلير ديستنس بين الستيفنرز بين الانترميديت ستيفنرز على اتش اكبر من 1.5 يجب ان تكون الاتش اوفر تي دبليو ماكسيمم لا تتجاوز 0.42 في اي على اف واي هاي موجوده في هذه المعادلتين شاركم اياها تروحون الى المانيوال مالكم بالمواصفات تكون اكويجن اف 13.3 واف 13.4 هاي في حاله هاي بحاله تكون ال الجيردر مالته البلي الجيردر مستخدمين بي ستيفنرز اما اذا كنا ما مستخدمين بي ستيفنرز فنروح الى هذين الشرطين هاي بالسكشن مو معادله هاي سكشن حكي انا حولتها معادله اذا كانت ماكو زين فيجب ان يكون الاتش على تي دبليو اقل او تساوي 260 الاتش على تي دبليو يعني الديبث مال الويب على الثيكنس مال وكذلك الاريا الاتش بي تي دبليو يعني الاريا مال الويب يجب ان اقل او تساوي 10 مرات قد الاريا مال الفلنج بالكومبرشن هاي الاتش في تي دبليو هاي خل علق عليه شوي بالقلم هاي تعني اريا اوف ويب زين وهاي اريا اوف كومبرشن اريا اوف كومبرشن اذا النسبه بين الاتش تي دبليو يعني الاتش في تي دبليو على الاريا مال كومبرشن بلج يجب ان لا تتجاوز العشره هاي الشرطين المهمات احنا بعد ما عدنا شيء ان شاء الله المحاضره الجايه نكمل وياكم بحول الله تعالى بس انا افتح المجال طبعا قبل لا نروح بس هاي شيء بسيط بقى نا لاحظوا هاي منطيك المسافات نانا منطيك معرف لك المسافه اي احنا قلنا المسافه اي هاي اي تعني كلير ديستنس هذا انترميديت ستيفنر طبعا واحد يسالني يقول لي جاي استاذ اذا كان الانترميديت بصف بيرنج ستيفنر ايضا تعتبرها انترميديت يعني بالحافه مال بين الحافه مال بين مثلا هذا الجيردر فرض هنا هذا الرياكشن وهنا عندي انت انترميديت ستيفنر هاي بيرنج ستيفنر وهاي انترميديت ستيفنر هاي المسافه لا زالت نسميها لأن بيرنج ستيفنر تعمل عمل الانترميديت ستيفنر ولكن العكس لا يعني كل بيرنج ستيفنر هاي ملاحظة سجلوها كل بيرنج ستيفنر هي انترميديت ستيفنر ولكن ليس كل انترميديت ستيفنر هي بيرنج ستيفنر أوكي بابا زين
انا ايضا مطيك السكشن فانا قايل لك السبيسنج اوف انترميديت سبنرز. زين الشرط الاخر بالسنجل سيمتريكال سكشن يجب ان يكون الاي واي هنا بالسنجلي. هاي انا شرط اذا كان سنجلي سيمتريكال سكشن يعني هيش فيش مقاطع هاي سنجلي سيمتريكال. الشرط مالتنا انه الاي واي سي شنو الاي واي سي؟ الاي مال الفلنجه الكومبريشن اذا كانت كومبريشن حول الواي الاي مالته مو هي فلنجه هذا محور واي هنا ناخذ الاي حولها مال الفلنجه الكومبريشن على الاي واي مال المقطع الكلي يجب ان تتراوح ما بين 0.1 و0.9 لا تقل عن 0.1 ولا تزيد عن 0.9. وانا اعرف لك قايل لك الاي واي سي هي الموت اوف انرشيا اوف ذا كومبريشن فلنج اباوت ذا واي اكسس والاي واي هي الموت اوف انرشيا اوف ذا انتاير سكشن يعني كل المقطع بالنسبه للواي. زين هسه اسمعكم اللي عنده سؤال. خلصت لنا المحاضره مالتنا اليوم ان شاء الله وان شاء الله نكمل بالمحاضرات القادمه ان شاء الله. منو عنده اسئله بابا؟ عثمان يساعدك سؤال بابا. ايه استاذ بالسنجلي سيمتريك سكشن بلي دام التنشن فلنج هي الكبيره لو عاد يعني تكون مو شرط بس احنا دائما نخليها كبيرة افضل. ليش؟ لان دائما الكومبريشن فلنج يصير بالكونكريت اللي يصير بالويب يعني يصير بالعفو الديك مال الجسر. دائما الفلنج الكومبريشن فلنج تدخل في سقف الجسر نكون مونوليتك يعني من ناحية عملية. نعم والفلنجة تدلى هاي الفلنجة التينشن متدلية من جوة لأن دائما الجسور الجيردر مالتها هو سيمبلي سبورتد إلا ما ندر طبعا سوينها أوفر هانجينج أو كذا. بعدك غير سؤال أستاذ مساحة الكومبريشن فلنج هي ثيكنس في البي فلنج لو طبعًا. لا طبعا طبعا أكيد تي اف في بي اف تي اف في بي اف أستا. بعد من عنده سؤال؟ ماكو بعد أسئلة؟ أنا أتمنى أن تكون المحاضرة وصلت لكم بشكل جيد رغم ضعف الإنترنت وأنتم عندكم أيضا تسجيل آخر تقرون بابا أريدكم تقرون هذا الشارتر ترى ما بليت جيردر ترى شارتر يراد لقراية وتتلاحظونه شوية بي تفاصيل كثيرة فيرات تضبطونه إن شاء الله لأنه ترى 100% سؤال بالنهاية 100% يعني مو 99 أريدكم تضبطونه وهو جابتر جدا مهم اللي ما راح يقرأ هنا ما راح يتعلم البيت جيردر إذا طول عمره ما يعرف البيت جيردر وهو جدا مهم تصميم الجسور بليت جيردر الإسبانات الكبيرة بليت جيردر. زين بابا إن شاء الله نشوفكم بخير. أنا حتى بعد أروح ما محتاجين شيء بعد اللي عنده سؤال أيضا يقدر يراجعني في أي وقت أنا موجود إن شاء الله. دكتور بس هذا التسجيل نزل على الكلاس ان شاء الله هسه راح اسوي راح اسجله اوكي دكتور هسه راح اسوي احاول اجيبه